الأكسيد الفوسفوريليشن والإلكترون ترانسبورتشن، أنت أول حاجة لازم تنقل الإلكترونات وبعدين تشحن الفوسفات، تمام؟ طيب الأكسيد الفوسفوريليشن كيف بتصير العملية؟ أبغاك بس عشان الصورة هذه لا تضيع فيها تتخيل معايا حاجة. الميتوكوندريا لها أوتر ممبرين ولها إنر ممبرين، لها أوتر ممبرين ولها إنر ممبرين. الأوتر ممبرين حق الميتوكوندريا فيه فتحات كثير فوجوده زي عدمه، بس الإنر ممبرين صعب جدا وقوي. حلو الكلام هذا؟ كويس. لو أنا جيت اتفرجت في الميتوكوندريا قدامي، شايف المنطقة هذه في الميتوكوندريا؟ هذه المنطقة في الميتوكوندريا، هذه هي منطقة الأوتر ممبرين، يعني هذه المنطقة هي هذه. هنا في الميتوكوندريا خلاص. شايف الإنر ممبرين هذا؟ هذا هو إنر ممبرين. الإنر ممبرين له ثيكنس تخن خلاص؟ الاوتر ممبرين انا قلت لك له قيمه ولا كاننا برا في السيتوبلازم؟ لانه في فتحات كثيره جدا يقولوا عليها سيتوبلازم ايش؟ سائل. هو هنا المفروض انه في اوتر ممبرين، بس الاوتر ممبرين مع السيتوبلازم متحدين، وبالتالي هذا يقول عليها سيتوبلازم سائل. تخيل؟ طبعا الانر ممبرين فيه زي كذا الانر ممبرين هنا. طيب شفت المنطقه الداخليه هذه؟ هذه يقولوا عليها الميتوكوندريا ايش؟ ماتريكس. تمام؟ احنا في عندنا السيتوبلازميك اريا الانر ممبرين والميتوكوندريال ماتريكس، السيتوبلازميك اريا والانر ممبرين والميتوكوندريال ماتريكس. تخيلت الميتوكوندريا كيف شكلها؟ طيب الان الانر ممبرين هل هو مستقيم ولا متعرج؟ متعرج. عشان كده هو يرسم لك اياه انه في كده زي طلعت كده. تمام كويس. الان انت الباثويز حقتك، الباثويز حقتك الباثويز حقتك تاخذ النات، الباثويز يعني يقرا يكون سكريبس كل الباثويز تبعتك، هتاخذ النات وتحوله لايش؟ نات اتش. الان النات اتش انت في الميتوكوندريال ماتريكس، النات اتش هذا يروح على الانر ممبرين، النات اتش يروح على مين؟ الانر ممبرين. في الانر ممبرين هنا في انزيمات، هذا اول انزيم ايش اسمه؟ نات اتش دي هيدروجينيز كومبلكس 1. ذكروا ما قلت لكم 1 بعدين 2 بعدين 3 بعدين 4. اول واحد اسمه كومبلكس 1 او نحب ان احنا نسميه ناد اتش ايش؟ دي هيدروجينيز. حاز على الهيدروجين من مين؟ من الناد اتش. انا ما بنزع الهيدروجين، انا بنزع الالكترون اللي من على الهيدروجين وامشيها هنا. انا ايش بسوي في الناد اتش؟ بنزع الهيدروجين صح؟ الهيدروجين الكبرى بجيبها هنا برميها فين؟ سوري الهيدروجين الكبرى برميها هنا سيتوبلازم سبيس. يقول الهيدروجين الكبرى وين ارميها؟ هنا في سيتوبلازم سبيس. طب الالكترون اللي كانت على ظهرها امشيها في السلك، شايفين اي الكترون امشيها في السلك. هذا اسمه كومبلكس 1. لاحظوا معايا الناد اتش بادي من البدايه صح؟ بس المفروض ان احنا نتكلم على الناد اتش والاف اي دي اتش 2 صح؟ هل الاف اي دي اتش 2 حيبدا من اول السلك من كومبلكس 1؟ قال لك لا، الاف اي دي اتش 2 يبدا من هنا. هو اللي اسمه كومبلكس 2. عشان كده طاقة الناد اتش عالية لأنه يستهلك السلك من أوله ويستثمر طاقته بشكل عالي جدا فيديني 3 اي تي بي، بينما الاف دي اتش 2 تشقح كومبلكس 1 تبدأ من هنا. واضح الكلام؟ الاف دي اتش 2 بتيجي دائما لاصقة في انزيمها. سؤال، أنا هنا جبت لك الناد اتش مع انزيمه ولا حاف؟ حاف زي ما هو الناد اتش دخل هو هنا عشان يلاقي انزيم يخلع الهيدروجين ويخلع الالكترون، هيدروجين يحطه هنا والالكترون يجيبه هنا. بينما تتذكروا الاف دي اتش 2 اللي يجي لوحده ولا مع انزيمه؟ مع انزيمه. فشوف هنا مين اللي جاي؟ جليسرول فوسفيت شاتل اف دي اتش 2. الانزيم بي اف دي اتش 2. هنا ساكسينيت دي هيدروجينيز اف دي اتش 2 كومبلكس 2 جاني. تتذكروا هذا وين سمعناه؟ ساكسينيت دي هيدروجينيز في كريبس. تتذكروا في كريبس لما هو جاب الهيدروجين ركبه فات سوا فات اتش 2؟ ايوه. جاء الفات اتش 2 بالانزيم حق كريبس جوا كلهم مع بعض دخلوا على الكترون ترانسبورشن. ما يمشي لوحده. طب تعالوا شوف هنا في تكسير دهون ان شاء الله لما ناخذ الدهون راح اقول لكم انه في انزيم هناك اسمه فاتي اسايكو اي، هذول الاثنين حقول لك اياهم في الدهون. فاتي اسايكو اي هيدروجينيز اف ال اتش 2 هذول يجوا من البيتا اوكسيديشن من تكسير الدهون تمام، وهذا يجي من الجلايكوليسيس برضه بعد تكسير الدهون. تتذكروا الجلايسرول فوسفيت؟
تتذكروا داها جروكس استروموسيت مش ممكن يتحول لجلسرول هيد؟ العملية هذه فيها هذا الإنزيم بس لسه ما أخذناها عشان هذا عملية تكسير دهون تصنيع دهون فهذه وهذه بعدين تكسير الدهون تصنيع الدهون في العمليتين هذول برضو في دي اتش 2 المهم حندخل من نص العملية مو من كومبلكس 1 نفس الحركة كالعادة الإنزيمات هذه حتفضي الهيدروجين اللي فيها هنا والإلكترون حقها تمشي هنا الآن الإلكترونات حتروح لكوإنزيم مين؟ كيو لاحظ معايا الإلكترونات مشيت هنا طب الهيدروجينات وين راحت؟ هنا تتراكم جدا مهمة العملية هذه طيب أباك تتخيل معايا حاجة شايف كومبلكس 1 هذا؟ ممكن أوقف لك هو نيجاتيف أوقف لك هو قال لك كيف ممكن توقفه؟ والله ممكن توقفه بالباربيتوريتس أدوية ممكن توقفه بالريتينول هذا مبيد حشري انسكتسايد باربيتوريت كأدوية والمبيدات الحشرية ممكن توقف كومبلكس 1 طيب لو البني آدم تسمم بالأدوية هذه أو بالمبيد الحشري إذا وقف كومبلكس 1 هل النادي اتش تنفع تدخل؟ احنا نعتمد على طاقة جسمنا في الـ FDH2 ولا الناد أكثر؟ الناد أكثر، وبالتالي الليفل تبع الطاقة ممكن ينزل إلى درجة إن الواحد ممكن يموت فيها. فهمت الفكرة؟ المهم خلاص احنا كذا عرفنا. والسلك حيوقف نقل ولا ما راح يوقف نقل؟ حيوقف نقل. سؤال لما الإلكترونات تمشي في السلك هذا احتكاك ولا مو احتكاك؟ الإلكترونات لها سرعة عالية صح؟ الإلكترونات تولد ايش هنا في السلك؟ حرارة. حتولد حرارة، الحرارة هذه هي تدفي جسمنا. واضح؟ بالسلك هذا زي بالضبط السلك حق الكهرباء لما يسخن عشان الكهرباء بتعدي فيه او الشاحن عشان الكهرباء بتعدي فيه بيسخن فهمتوا الكونسبت؟ هذا السلك فعليا بيسخن طيب الان كومبلكس 1 اخذ من الناد اتش الالكترونات ومشاها وحط الهيدروجين هنا كومبلكس 2 كلها على بعضها اخذت الهيدروجين من الاف دي اتش 2 وحطته هنا ومشت الالكترون مين حيستلم الالكترون؟ كوينزايم كيو او يوبيكورين ممكن يسموه كوينزام 10 زي ما تحب طيب تعال نكمل الرسمه يعني احنا الحين بنكمل على تحت تذكر كوينزام كيو هيسلم مين كومبلكس مين 3 كومبلكس 3 له اسم ثاني عشان الامتحان ممكن يكون اسمه سايتوكروم بي داش سي 1 اوه لاحظوا معايا ايش اسمه سايتوكروم بي داش سي 1 اي كلمة سايتوكروم في حياتك تشوفها يعني هذه المادة البروتينية تحوي داخلها يا حديد يا نحاس اي كلمة سايتوكروم حتشوفها يعني المادة هذه فيها يا نحاس يا حديد بس السؤال هي الاسلاك ايش فيها؟ نحاس اغلب الاسلاك حقت الكهرباء